تحيرا. كتب يعقوب بن إسحاق إلى الإمام العسكري عليه السلام يسأله: كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه؟ فوقع عليه السلام: يا أبا يوسف، جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى. فسألته: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه؟ فوقع عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب.